A mí me agrada mole, ¿eh? Ya verás ahora cómo pasan. أنا علي من لبنان من جنوب النبطية حروف من ضيعة جيت على إسبانيا بال 2006 يعني صار لي 17 سنة تقريبا وبلشت يعني شغلي بالأكل بالمطاعم عندي شهادة فندقية وشغلت أول شيء بالمطاعم ولما هيك صار عندي عائلة عملت عائلتي هون زواجت صار عندي بنوت حسيت انه توقيت المطاعم بشع شوي وحبيت اعمل شيء بالاكل يعني قريب للاكل انا صراحه جيت انه كنت مبسوط تحت ما يعني انا معلق كثير بلبنان بس بحكم شغلي بالمطاعم تعرفت على زبون وقال لي بدك تيجي على اسبانيا كان عمري انا 18 سنه قلت يلا روح جرب بعدني شاب جرب حياه جديده دنيا جديده شوف كيف الوضع كيف الجو بلشت هون كان عمري 19 سنه 19 وشي يعني كملت 20 سنه هون ببرشلونه برشلونه حلوه حلوه بيتعلق فيها الواحد بس بضل الواحد حنينه كل شيء للبنان صح انه طلع صغير وبالرغم من كل الاوضاع البشعه اللي كانت واللي هلا اكثر اكيد بس بضل الواحد اهله هناك اخواته رفقاته بس كمان بس الواحد يقدر يجي على بلد جديد ويكون حاله من جديد ويعني بيتاقلم وبيكمل حياته هون الدنيا هون العالم منيحه فيش صار عندنا رفقه صار عندنا جو يعني بلشنا حياتنا من جديد وكتر خير الله بلشنا بهيدا المشروع انه ترويقه كرواسان خبز قهوه يعني اشياء فيها شغل كثير الصبح وبعد الظهر يكون الواحد ما عنده شيء وشوي شوي تمام بيعجبني عجبني الوضع الجو بلشنا ندخل اشياء لبنانيه نعود العالم على الاشياء تبعنا بالاضافه للاشياء للخبز والكرواسان والمسائل تبع الناس اللي هون بلشنا نفوت شوي شوي اشياء لبنانيه بس عم نذكر لحظه هولا عمري كي تال كيف استاموس على تو كافي لك يعني بلبنان صراحه الله يخلي اهل الجميع امي وبيي واخواتي هول اكثر الناس اللي انا بروح كرمالهم شويه رفقه بس طبعا مع يعني صراحة كمل تقريبا 20 سنة هون كل شيء بيتغير عليك الرفقة بيخفوا كل واحد بمشاكله بشغله هيدا اللي سافر وهيدا كذا بس الأهل الأهل وجو الضيعة جو الضيعة بجنة أنا من ضيعة جو الضيعة المحبة هيدا اللي بفوت لعندك بلا ما يتصل فيك هيدا الأشياء كتير اللي مشتاق له بلبنان هون بشتاق له كمان هون عملت جوي عملت عائلتي عملت رفقاتي يعني رح كمل نص اكثر من نص اكثر من عمري هون اللي عملته بلبنان جراسيا بتذكرك شوي فينا نحن بلبنان شوي على قد العالم تبعها كثير ناتورال كثير عادي يعني شوفي اول ما فتحت هون كانوا يجوا لعندي يقولوا لي نحن بناخذ الخبز او بنشتري من مطرحه ثانيه بس بما انك انت جارنا رح نجرب يعني بيحكوكي بصراحة وطبيعيين إذا عجبنا رح نكمل عندك ما عجبنا ما تزعلش إذا نحن رحنا على مطرح تاني بس ما عندناش مشكلة إنك أنت من برا أو كذا لا بالعكس هون بيشجعوك بيدعموك بس طبعا أنت بدك تكملي بأشياء كتيرة تحترمي وقتك تحترمي الجودة تبعك تحترمي النوعية تبع الأكل النظافة تكملي معهم بكتير أشياء على شغل يومي مش إنه يلا واحد بده ياخد يعني نحن هون زباينا يوميا كل يوم عنا زباين ثابتة أكتر شي بالواحد إنه بيخليه ينجح ويستمر هي إنك أنت تكوني المصداقية وتكوني محبوبة من العالم المعاملة الحلوة إنه إذا أنت عندك نفس الشغلة اللي عنده إياها شخص تاني بيجي عندك على ده بحبك لإلك هن بيجوا علي يعني اذا يمكن شفتيهم كيف بفوتوا عند المحبه والمعامله الحلوه تكون هيك تصرفي عادي ما تتصنع تحترميهم بيتقبلوك كثير منيح جواب يلا